كارن، كيف اليوم؟ عنده عملية طارئة. شو؟ ما تخاف حبيبي، عملية صغيرة وبتظهر بالسلامة. هيدي الكادو لإلي؟ أكيد. لمين لكان؟ بتعطيني إياه بس أظهر؟ أكيد حبيبي. ما تفلي بس أظهر، بدك تعطيني الكادو. رح أنطرك يا قلبي، رح أنطرك. شو؟ ردوا لك السيارة؟ تركت سام؟ تركت كل شي عاطل. بالنهاية طلع أهلي معن حق. الأهل بيكون معن حق، بس المشكلة إنه مش عطول. ناتاشا سوري، بس لا 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 لا، ما تعتذري. أنا جيت لهون بس لأشوف كيفك وأطمن عليكي، بس مش أكتر. تيتا سام؟ عم جرب انسي. كتر خير الله صرت احسن، ما بقى بدي اتذكره. ماشي، بدي اياك تعرفي انه لو شو ما صار بتضلك صديقتي الوحيدة. ليش عملت هيك؟ سؤال صعب والجواب اصعب، بلا ما تسمعي. فيه بوسك؟ تأخروا ما هيك؟ المهم خلصت العملية، بدهم وقت ليوعوه. عذبتك معي وأخرتك عن شغلك. ولو، ما أنا وعدته إني أنطره. ما إنه تأخرت شوي على الشغل، بس ماشي الحال. وين أهلك؟ أنا بيي فرنسية وأمي لبنانية، خلقت بفرنسا وعشت سنتين هونيك لحد ما مات بيي. جابتني أمي وجينا على لبنان عساس نعيش مع أهلها. نكروها لأنه تجوزت رجال من غير دين ومن غير جنسية، نكروني معها أنا كمان. عشنا سنين بالقهر والتعتير لحد ما ماتت بالسرطان. رجعت بعدين تعرفت على شاب وتجوزنا وجبنا بودي. شو صار بعدين؟ بس بخبرك ما بتصدق. ما تقوليلي كمان مات بالسرطان؟ بس بودي مش رح يموت، بودي الوحيد اللي رح يتغلب على المرض. مش معقول السرطان يسرق مني كل الناس. مش ممكن كارمل، مش ممكن. روقي حبيبتي روقي. دخيلك، نحن ما اتفقنا هيك. مالي هاي؟ نحن اتفقنا انه ما نتفق، مش هيك؟ كيف يعني؟ يعني انا عرضت المصريات وانتو وافقتوا، بس ما اتفقنا على شيء. ليك حبيبي، ليش ما ننبسط انا وياك مع بعضنا بدون ما تأذيني؟ انا ماني رح أأذيك، رح ننبسط وباقي امل. خلص مالي هاي، دخيلك خلص.
كان مفكر الحاكم يخليه بالعناية الفايقة، بس رجع طمني وقال ما في لزوم. الحمد لله يا رب، الحمد لله. بتقربي مني كارمن. شو صاير فيكي؟ حيوان كارمن، حيوان. لسه بتصل بالأمبولانس؟ لا مش من تليفونك، فتت ضوء روتي. خليني أدور على الطريق اللي برا بيساعدوني. شو عم بتقولي يا مجنونة؟ لا تتورطي انت، فوتي نطفي جوا كل التاني دم. ايش حدا؟ انا ضهر الأرض مصاري. هدول لا بنتها لا سوسو لسه طفلة. عملية كارمن، ما تتركي كارمن، ما تتركيني. مالي غيرك، Thank you.
صاير؟ تركت لحالها مع صاحبك وشوف شو عمل فيها. وين هلا؟ قبل نطلب لها الامبولانس بالسلولاري على حتى ما اتورط. ادمني جبتيني وواطي تركتها تطلع لحالها على الطريق وما عملت لها شيء. لوين اخذوها؟ على اي مستشفى؟ ما بعرف ما بعرف. رح لاقيها، رح فتش عليها. جبيني جبيني واطي.